هذا وستشهد حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط انطلاق السباق رقم 999 بمنافسة من المؤكد أن تحتدم فصولها بين متنوع المتسابقين الطامحين باحتلال المراكز الأولى في منافسات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 والتي تحتضنها الحلبة للمرة 15 على التوالي. منذ إقامة أول منافسة لسباق الفورمولا 1 عالمياً وتحديداً في العام 1950 تستعد حلبة البحرين الدولية مدعومة بإمكانات وتجهيزات فنية ولوجستية عالية وعالمية المستوى لتكون مسرحاً لانطلاق فعاليات السباق قبل الألف برقم واحد من منافسات الجائزة الكبرى للفورمولا 1. سباق جائزة البحرين لطيران الخليج للفورمولا 1 لم تشهد في نسختها هذا إجراء الفحص الأولي الذي كان يتم تنفيذه في الأعوام السابقة. جاء ذلك بناء على قرار اتخذه الاتحاد الدولي للسيارات الداعي إلى إلغاء هذه المرحلة على السيارات قبل بدء التصفيات والاكتفاء بمرحلتين فقط في التجارب التأهيلية ومرحلة أخرى تضمها التصفيات قبل أن تدق الساعة بعقاربها معلنة مجيء لحظة الانطلاق. الحضور الجماهيري قبل يوم السباق الختامي المنتظر بثلاثة أيام شهد تزايدا مضطردا غير مسبوق وحتى من المتوقع أن يفوق بأعداده العام السابق بعد إزدال الستار عن السباق الرسمي الذي ستتضح من خلاله ماهية المتسابقين الذين استحقوا المراكز الثلاثة الأولى. فالنسخة 15 بكل ما خصص لها من استعدادات من المؤمل أن تخرج بالصورة التي رسم لها أن تكون. أنظار الملايين حول العالم تتجه بشغفها وحبها لرياضة سباق السيارات السريعة نحو مشاهدة أول سباق ليلي يمنح السائقين ثوان ودقائق مشوقة فريدة من نوعها في تجاوز المنعطفات واقتناص المراكز الأولى بتواقيت جديدة وعيش التجربة بتفاصيلها المثيرة كافة من على أرض حلبة البحرين التي أثبتت وما زالت في كل عام لتنظيمها تثبت جدارتها واستحقاقها للقب موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. لتلفزيون البحرين محمد الشهدات.